تقدم واحد طلب للمبادرة الوطنية وعدوا باش يعطيوه واحد الكرسي متحرك. كيفاش داير هذا الكرسي المتحرك؟ الله أعلم. من 2010 إلى 2022 وباقي السي أحمد كيتسنى في هذه المبادرة اللي وعداتو أنها تعطيه هذا الكرسي المتحرك من أجل هذا رشيد الشاب اللي كيعاني في صمت رغم الابتسامة ورغم أنه متقبل ما حدث له، لكن الأب ديالو كما كتشوفوا الحالة كرقص. ما نطولوش بزاف، متتبعين الكرام مشاهدينا الكرام غادي نشوفوا مع السي أحمد يعاود لينا شوية على القصة ديال رشيد وكيفاش تزاد. السلام عليكم. وعليكم السلام. السي أحمد، هذا الوليد هذا تزاد عندك عنده إعاقة من الأول، كانت هذه الإعاقة هذه ربما يمكن لازمته منذ الولادة، توفات الوالدة ديالو وهي كتولد. نعم. احكي لينا القصة ديال رشيد. وتوفات الأم ديالو بعد ما هو الأم دخلت السبيطار باش تولدو، خرجوا ليا الدري والأم ماتت الله يرحمها، والدري بديت أنا الصوفي دوز واحد الفترة تما في الصوفي، من جتو شهوتو الدري هذيك بالك معاق. يعني من الولاده ديالو عرفوا الطبيب؟ لا لا، دوز واحد الفتره في السبيطار ديال جيت لا كورنيش، جيت صوفيا صوفي صوفي سبيطار داربي في صوفي. سيدي احمد، احكي لنا على الطفوله ديالو، كيفاش ربيتي هاد الولد هذا والام ديالو متوفيه؟ كان جداه وكاين حتى خوالو تا هما كانوا يعاونوني فيه. وبصراحه ولكن الوقت شويه تفرتكات، كل واحد يبقى لي انا بوحدي انا الساعه. المهم كانوا خوالو ملي كنا لا جداه بقى في الحياه، غير هي مسافره ما كايناش كتعيش برا. وسميتو الدراري خوالو كانوا معايا الساعه هما منين تحولوا لهم كلهم محل ديالو صافي، بقى لي بوحدي انا. واخا السي احمد دابا الدري ما قرا ما والو، انت كتشوف كيفاش غيمشي للدراسه، كيفاش شوف الحال ما شفتي والو. مشيت الرباط قلت لهم على المشكل ديال الدري هنا، لان بالك المستقبل ديال الدري شي حاجه باش يعيش من ورايا، ربما الموت والحياه كاينه الا ما تبيش الدري غادي يعيش، شكون غادي يعيش؟ ربما يعطيو شي حاجه. دابا كتعيش غير انت وياه في الدار. باش شكون هي؟ شكون هي هذه؟ باش دابا مثلا انت ملي كتبغي تخرج تقلب على رقم، اش هي الحرفه ديالك؟ شنو كتخدم؟ تريبورتور عندي. شنو كدير؟ تهز ساعة ولا كان شي بيعة وشرية نديرها ولا أي حاجة؟ دابا مثال عيط لك شي حد شي كليان وقال لك مثلا بغا يدي شي رحيل، بغا يدي شي حاجة، فين كتخلي رشيد؟ كيبقى بوحدو في الدار. شعل لي التلفازة والو، بوحدو كيبقى في الدار. ولا غبتي عليه النهار كامل 24 ساعة؟ بوحدو يبقى لا 24 ساعة لا، مايمكنش مانقدرش. واخا تجيني فيها اللي بغى يجي ولا بدا ولدي خصني على الاقل وحده ولا جوج تكون عنده، نجيب ليه الغدي، نجيب ليه الغدا ديالو من القهوه ونتغدى انا وياه وصافي. واخا والمستلزمات ديالو المرحاض وداك الشيء كي داك الشيء كلشي في ليكوش، ندير ليه ليكوش. كتشري له ليكوش وهاد المصاريف كلها من هذا التريبورتر. واش عندي باش غادي نعيش؟ لا سي احمد، يعني اسمح لي في هذا السؤال ولكن غادي نطرحه. نعم. ما تزوجتيش من وراء المرحوم؟ لا. شنو السبب اللي جعلك ما تزوجش؟ باقي شاك واش كاين شي مرا غتقبل عليه ولا ما تقبلش عليه، الله اعلم. ربما كاين المرا تقدر تقبل عليه واحد الفتره وشويه تقول لك انا ماشي ولدي، انا ماشي سوقي، انا لي. لان طرات الحالات بزاف، شفت انا شي ناس طلعوا نفس المشكل وندموا على الزوج وكاع، لان غادي يهز. كاينين الناس اللي كيقبلوا بغينا السطره تاعهم. لا كيبغيو السطره، ولكن ملي كيسخنوا بلاصتهم كي ربما كاع تحمل جاي ولا شي حاجه صافي تقدر تسيفك. يقول لك انا ولد وليداتها تقول لك مكروت هو خص لي يقابله هو. واخا قلت لي عندك وليدات اخرين. ما عايشيش معاه؟ لا. كل واحد عايش الزمان ديالو. واحد كاين في الطليان، فهمتي، واحد كاين في فرنسا، دري فرنسا هي وراجلها الله يكون في العون، حياتها مع راجلها وصلان به، لان حتى هي عندها مشاكل. الثالث والثالث كاين في غير هنا في السودور، حتى هو
كيبري كويو عايش على قد الحال. على قد الحال ديالو حتى هو عنده ديك 100 درهم في النهار 70 درهم في النهار كيجي المهم باش يعيش هو وصافي. سي احمد السؤال ديالي ما كيهضرش على المسائل الماديه كما كيهتم بالمسائل المعنويه يعني واش ما كيجيوش مثلا يتعاونوا معك على دوليين؟ لا ما كاينش حتى هو الوحيد. لا ما كاينش والو خصني ندبر على راسي وسلامي. تبدل الريكورش تغسل ليه فوالا خصني انا زعما شي واحد يتوشي ما كاينش توشي حتى واحد خصني انا نجي نبدل ليه خصني انا نوكلو حتى من الماكله ما حتى واحد ما كيوكلو خصني نجي نوكلو توكلو خصني فوالا فوالا شويه العذاب ايوا اللهم لك الحمد هادشي عطا لي الله سبحانه وتعالى. سي احمد شي بنت الناس مثلا بغات تاخذك وتحسن بهذا الولد هذا وتقابلك وتقابلو انت براسك خاصك تقابلك سي احمد دابا انت كبرتي شحال في عمرك دابا سي احمد؟ دابا انا زيد في 53 53 تبارك الله تقول شي 68 63 يعني انت دابا خاص لي قابل ايوا راه ربي كبير الحمد لله. واخا سي احمد لما تبغي توجه الرساله ديالك انت بعدا واحد المساله قلتي لي شي مبادره او لا شي اداره او لا شي جمعيه او لا ما عرفت شكون هادو في البرنوصي اللي وعدوك على انهم غادي يجيبوا ليه كرسي متحرك بدون ذكر اش من كرسي واش ديال كهربائي انا بصراحه مشيت الرباط ودست واحد الاداره ما عرفتش شنو في 2010 ديك الاداره ما عقلتش عليها المهم قيدوا ليا قيدوا سميه قيدوا الكنيه لادريس داك الشيء الى اخره قالوا صافي تنصيفطوا لك وهما صيفطوا العماله ديال البرنوسي العماله ديال البرنوسي في نهار الواحد في الشهر ديال رمضان 2010 صيفطوا ليا منيش عنده داك السيد شويه كيترعد قال لي انت عندك غير كرسي متحرك صيح تنصيفطوا لك. انا اولا الدري باقي صغير على كرسي متحرك ثانيا حنا نديرو كرسي متحرك فينا هو الكرسي المتحرك؟ 2010 تكون عندو شي 7 سنين ديك الساعة 7 سنين فينا هو الكرسي المتحرك كاع حنا نديرو كرسي متحرك فينا هو الكرسي المتحرك؟ هادشي انا شاك في ديك الإدارة ودبروا اسم كله والضمير ديالو يعني باش يطمعوا في دري معاق يدلعوا ليه علم الله شجاع ويقلبوا ليه بأن كرسي متحرك إذا في نديرو حنا كرسي متحرك فينا هو الكرسي المتحرك؟ يلا لا والو على الهضره بغا يدفقوني 10 وحنا في 2022 باقي ما خديتي والو والو على الهضره عمرك مشيتي عندهم العماله مشيتي عندهم واخا مشي عندهم مش خايب مشيت عندهم واحد النهار عند شي دراري تماك قال لك اودي تعطلتي تجي شويه بكري دابا راه فات الوقت انت كنتي كتنتظر هما يصيفطوا لك ساعه والو على الهضره ما صيفطوش شنو النداء ديالك السي احمد؟ النداء شغنقول لهم دابا ها الناس كلهم كيشوفوا الناس مسؤولين ديال الدوله هما كيشوفوا دابا انا شحال قد نعيش عمر بيد الله ما عرفتش شكون غادي الدري باش غادي يعيش مورايا انا خصها شي حاجه باش يعيش مورايا يعني شي كريمه شي حاجه شي حاجه باش يعيش الدري المهم بعدا نكون مطمئن على الدري بعدا باش يعيش دابا الى من حد ما كتسولش على راسك كتسول على من حد انا دابا عيش راه هنا عيش معايا باش ما عطى الله ولكن في الممات ديالي كيفاش غادي يعيش الدري الله اعلم العمر بيد الله العمر بيد الله ما عرفتش شكون السابق ولكن هاد الدري باش غادي يعيش معايا ها هو انا معايا دابا حاليا باش ما عطى الله انا عايش نقدر نعيش انا بالخبز وتي باش ما عطى الله انا عايش باش ما نقسم الله. رقم الهاتف ديالك السي احمد 06 70 35 41 12. عاود قولوا زيد شويه الصوت 06 70 35 41 12. هذا هو الرقم الهاتفي ديال السي احمد الاب ديال رشيد اللي كيعاني من الاعاقه الجسديه الكليه ما عندوش الصحه ما عندوش حتى النطق حتى طريقه التواصل بالنطق ما كايناش حتى الطريقه ديال التواصل بالحركه ما كايناش كيفاش كيتفاهم مع هذا الاب الله يحسن عوانه. السؤال اللي طرحه لينا السي احمد هو من وراه العمر بيد الله ما عرفنا شكون الصادق واش هو ولا رشيد ولا انا اللي كنتكلم معكم دابا حاليا بكل اجل مسمى الى توفى هذا السيد هذا السؤال ديال السي احمد شكون غادي يكون برشيد شكون غادي يقابل رشيد شكون
غادي حسن براشيد رسالته كانت واضحه للمسؤولين، جمعيات ديال الناس المعاقين، جمعيات ذوي الدعم، الناس اللي كتدعم من طرف الدوله. اشنو درتو بحال هاد الناس هادو، بحال الاشخاص المعاقين؟ سؤال مطروح من طرف سي احمد، شنو مصير ولده من وراء فضل تواجد المؤسسه؟ كيمشي لعندها كتقول له تعطلتي بزاف، كيفاش تعطلتي بزاف؟ ما عرفتوش الظروف ديالو، ما عرفتوش كيفاش كيعيش مع هاد الولد، شكون مقابلو؟ حنا في 2022 12 سنة، وهاد الوليد هذا وهاد الأب كيتسناو هاد الكرسي المتحرك، ما طلبش حاجة كثيرة طلب الكرسي المتحرك، لكن اليوم كنطرحوا السؤال من وراء با أحمد، شكون غادي يقابل رشيد؟ تحية للمتتبعين، كنتم معنا عند سي أحمد ورشيد، إلى اللقاء في فرصة أخرى.